أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد لنقدم لكم أفضل ما لدينا. أعزائي المشاهدين، مكون من المكونات الجميلة، مكون واحد فقط لتخسيس البطن وإزالة الكرش وتخسيس الجسم. المكون ده بسيط جدا وجميل جدا، لو استخدمناه بانتظام إن شاء الله هيجيب معانا نتيجة بإذن الله لتخسيس البطن وإزالة الكرش، وهتبان النتيجة مباشرة إن شاء الله من أول أسبوع. المكون ده وهو الباذنجان، الباذنجان او الباذنجان طبعا للتخسيس. كل اللي احنا هنعمله هنجيب حبة من الباذنجان زي ما احنا كده شايفين، وكوب من الماء، حبة وكوب من الماء. دي طريقة جميلة، طريقة صحيحة، طريقة للتخسيس بإذن الله. هنجيب الحبة زي ما احنا كده شايفين، وهنقطيه وهنجيب طبق وهنضع فيه كوب الماء زي ما احنا كده شايفين، تمام. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بعد كده؟ هنقطع الباذنجانة كده زي ما احنا كده شايفين، هنقطعها تمام قطع صغيرة جدا. وبعد ايه يعني نفضل نقطعها زي ما احنا كده ايه شايفين. مش هيكمل معانا الموضوع ايه، مش هيكمل معانا فترة كبيرة ولا اي حاجة، كل احنا ايه شايفينه كده ها بنقطع تمام. والباذنجان طبعا ليه فوائد جميلة جدا للتخسيس، طبعا يعني الماء بتاعته جميلة جدا، ليه خاصية جميلة جدا كمضر للبول، وبيزيل السموم من الجسم وتحسين وظائف الكلى. طبعا بالإضافة كمان بيحسن كفاءة الجهاز الهضمي، تمام. بيحتوي على عنصر هام دم بي، بيقلل من امتصاص الدهون، مهم صحيا طبعا للحد من أعراض القولون العصبي، مفيد جدا في امتصاص الدهون لو شربناه قبل الايه الوجبة الأساسية. بنرفعه على النار زي ما احنا كده شايفين، بحيث ان هو ايه، بحيث ان هو يغلي فوق النار لمدة 5 دقايق، تمام. وبعد كده يعني بنرفعه من على النار، بعد كده بعد ما نضعه على النار يعني الغليان، بعد كده بنرفعه تمام. وبعد ما هنرفعه بنتركه ايه يبرد، بنتركه ايه يبرد. ليه طبعا ليه اهميه كبيره جدا زي ما قلنا كده في انقاص الوزن، يعني يا ريت فعلا تستخدموه. بعد كده بنرفعه من على النار زي ما احنا كده شايفين، وبنتركه يبرد. وبعد ما يبرد هنبدا بقى ايه نصفيه. هنصفي منه بنصفي الايه بنصفي الماء بتاع الباذنجان زي ما احنا كده شايفين. وهنستخدمه بقى ازاي؟ الوصفه بسيطه جدا وسهله. بعد ما نصفيها نحتفظ بيه في الثلاجة، نحتفظ بالوصفة في الثلاجة. بنشرب منه 3 فناجين صغيرة يوميا قبل كل وجبة ب5 دقايق، يعني قبل كل وجبة بنتناول ايه فنجان صغير من ماء الباذنجان او الباذنجان. طبعا فنجان في الصباح قبل الفطار، وقبل الغداء فنجان، وقبل العشاء فنجان، وطبعا بيكون قبل كل وجبة ب5 دقايق. يفضل طبعا ان احنا ندوم على المشروب دوت مدة ايه ان شاء الله اسبوعين، هتلاقوا ايه. لو عايزين تضيفوا ليه قليل من عصير التفاح ضيفوا، او البرتقال طبعا عشان يحسن الطعم ايه بتاعه. ان شاء الله من اول اسبوع هتبان ايه نتيجته ان شاء الله. كده اعزائي المشاهدين انتهينا من تقديم الوصفه، اتمنى ان كنا نتعجبكم اعجابكم. بشكركم على حسن الاستماع، لو اعجبكم الفيديو عليكم بضغط على الاعجاب والاشتراك في القناه ليصلكم كل ما جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.